اليوم سنتعرف على طريقة وكيفية إيجاد الشغل المؤقت على تطبيقكم كامس. كنا نقوم بضغطنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بضغطنا على التطبيقات، من ثم سوف نقوم بضغطنا على تطبيق كام سكانر، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا لإيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا مسح تخزين مؤقت، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق كام سكانر. سوف يظهر على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم كام سكانر. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على الزر.